طيب الملهى الليلي اللي في العجوزة من الواضح ان كل شوية بيتم طبعا اكتشاف معلومات جديدة. الخطر في قصة الملهى الليلي دي يا جماعة، واحد اديها هي لغت بطولة العالم للسكواش يعني، بس عشان نفهم ان هو ده مش حدث، مش مجرد حادثة وبلطجية رموا مولوتوف فنقول الحمد لله ان هم طلعوا بلطجية مش طلعوا ارهاب. في النهاية النتيجة ايه؟ انه انا ما عنديش امن صناعي، ما عنديش رشاشات، ما عنديش بخاخات، ما عنديش امن قدام هذه الاماكن. والاهم بقى كمان ان الاماكن دي ملهاش ترخيص، ان الاماكن دي فيها مشكلة تراخيص واضح انها كبيرة. انا معي على الهاتف استاذ عبد الرحمن مواطن من العجوزة. اتفضل يا استاذ عبد الرحمن. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا بيك، اتفضل. انا متشكر جدا على المقدمه اللي حضرتك قلتيها، لان دي اساس الموضوع. للاسف كل اللي اتكلموا على الموضوع لحد دلوقتي اتكلموا على الولدين اللي عملوا الحادثه وابتدوا يتكلموا، وكانوا راكبين موتوسيكل ورموا مولوتوف وهربوا، ما حدش بص لاصل المشكله. اصل المشكله ان زي ما حضرتك ما بتقولي، الحادثه دي اللي صورها موجوده، اللي حضرتك بتنشريها دلوقتي وموجوده على الانترنت، لو بصيتي على يافطه المحل المحروق هتلاقي مكتوب عليها مطعم الصياد، مش ملهى ليلي زي كل الاخبار ما بتقول. وبالتالي هو بياخد الترخيص على انه مطعم. بالظبط كده، ايه اللي الترخيص ده بيفرق الترخيص على انه مطعم على انه ملهى او ملهى ليلي يا استاذ عبد الرحمن؟ اقول لحضرتك يا فندم، اولا انا عشان انا في المأساة دي بقالنا اكتر من سنة، لان الفرع الثاني لمطعم الصياد ده فاتح تحت بيتي، وانا يعني مريت بقى بمشوار طويل مع الجهات الحكومية المختلفة، ويعني هحكي لحضرتك وهشارك مع الجمهور المأساة اللي وصلت للنتيجة المؤسفة اللي مات فيها 16 واحد واللي بسببها خسرنا بطولة العالم للإسكواش. أولا ترخيص وزارة السياحة بالمطعم ده بيدي زي حصانة لصاحب المطعم إن ما حدش يكلمه غير وزارة السياحة وشرطة السياحة، ده أول حاجة، فيخلص من الحي ويخلص من الشرطة العادية ويخلص من أي حد تاني. ثانيا، في ثغره انا ما اعرفش، انا مش متخصص في القانون فما اعرفش التفاصيل، لكن حتى المسؤول عن المحل دايما بيبقى مدير المحل وليس مالك المحل. مالك المحل الحقيقي ده في خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا كون امبراطوريه في منطقه العجوزه ومعروف بالاسم لجميع الجهات الامنيه ووزاره السياحه، سواء وزاره السياحه، شرطه الاثار، شرطه يعني انت الشرطه المباشره. بتكلمني ان هو بياخد تراخيص بحاجه وبيعمل حاجه تانية، والحاجه التانية دي الملا لي ده له اشتراطات، له تامينات، له وضع مختلف. طبعا بدايه الكلام يا فندم، مفيش وزاره السياحه عمرها ما هتدي ترخيص لملهى ليلي زي ما الاخبار ما بتكتب في منطقه سكنيه، ده اول طبعا حاجه. تحت عماره ما ينفعش. تحت عماره ما ينفعش، دي اول حاجه. تاني حاجه، مفيش مطعم بيفتح الساعه 7 لحد الساعه 7 الصبح. فانتوا تقريبا يعني عايشين في كابوس. يا فندم انا حيطان العماره اللي انا قاعد فيها بتترج من الدوشه، الراجل ده بيبتدي عندي من الساعه 1 بالليل لحد الساعه 7 صباحا، وكل اشكال الجريمه بتلاقيها عندي، نضرجيه موجودين على اول الشارع واخره، بلطجيه واقفين على باب العماره بتاعتي، بنات بيخشوا الساعة 1 بالليل بيطلعوا الساعة 7 الصبح، مزيكا لحد الساعة 7 الصبح، والله العظيم. اشتكيتوا يا أستاذ عبد الرحمن؟ يا فندم ما خليناش حد، ورحنا بنفسنا وسمعنا كلام، يعني أنا أتكسف أقوله، والله الناس دي عارفة الراجل صاحب سلسلة المحلات دي، عارفينه بالاسم، ومش هقول اسمه احتراماً ده لا ما لخصوصية تقولش الناس. اسمه، بس دي يعني هذا بلاغ واضح إنه في عندنا حاجة كده مش مظبوطة. محليات وعندنا مشاكل محليات. انا بشكرك استاذ عبد الرحمن. انا معايا ايضا استاذ احمد سعيد برضو جار الاستاذ عبد الرحمن، اعتقد برضو المحل اللي هو من سلسله المحلات زي الملهى الليلي ده فاتح تحت بيته. اتفضل يا استاذ احمد. الو، مساء الخير. مساء النور، اتفضل سريعا. يا فندم احنا عندنا الملهى دوت، اولا يعني مش عاوز اقول لحضرتك الولاد بيبقوا رايحين المدارس الساعه 7 الصبح والناس طالعه لسه سكرانه، والناس طالعه سكرانه، وبعدين الساعة 4 بالليل الناس بقى بتعزب على بعضيها، لا اتفضل، لا مش عارف ايه، يعني أصوات مزعجة لغاية الفجر، وبعد الفجر طبعا الناس رايحة تصلي ودول ناس طالعة سكران. انتوا ساكنين فين؟ معلش أستاذ أحمد، انتوا ساكنين فين بالظبط؟ قدامه على طول، يعني قدام الملهى التاني اللي هو الفرع التاني بتاع الصياد ده. أيوه، اللي في شارع عبد المنعم رياض. شارع عبد المنعم رياض. وحاجه ازعاج، يعني مش عاوز اقول لحضرتك وقله ادب، وبعدين احنا عماره سكنيه بقى لنا 50 سنه في المنطقه. لا مش عاوز اقول لحضرتك العربيات 3 صفوف، والعربيات بتاعتنا بتتخبط، وبعدين بيتخانقوا، وبعدين بيجي البوليس ياخد بنات من جوه.
يعني حاجه يعني بجد والله. وبعدين اتشمع بالشمع الاحمر واتفك الشمع الاحمر واحنا واعتقد ان كان له قرار ازاله زي ما انا فهمت. وليه قرار ازاله؟ ومفروض ان هو احنا مش فاهمين ده مطعم ولا ملعب ولا ايه، غير ان هو بس الناس اللي طالعه اولا نضوجيه وقله ادب قدام غرزة. اللي مالها بلطجيه واقفين عشان يحموا الناس اللي بتدخل تسكر جوه والبنات اللي جوه، حاجه يعني في منتهى السوء. بشكرك استاذ احمد سعيد، ده بلاغ بقى ل يعني اسم العجوزه بقى يشوفوا الموضوع ده، واضح ان له قرار ازاله، ما ينفعش يبقى في ملاهي ليليه، القانون لا يسمح بملاهي ليليه وسط مناطق سكنيه، ده بيطلع له قرار بان هو مطعم وينتهي الامر بهذا الحال. الوضع ده اللي حصل فيه مقتل 16 واحد ماتوا، ده نتيجة ان ده مش مرخص مالها ليلي، ده مرخص مطعم. حصل له كده ليه بقى؟ هو ده السؤال. لازم هنا بقى فساد المحليات، نرجع تاني لقصص الفساد، فساد المحليات، المشهد ده نتيجة فساد المحليات. مش نقول الحمد لله يا رب الصوت طلع بلطجة مش ارهاب، هو في النهاية في 16 واحد ماتوا اختناق، ده ما عندوش حتى المعدات بتاعت الاطفاء الحريق او المعدات، يعني ما فيش، ده مطعم واصبح مالها ليلي وكمان له فروع تحت بيوت ناس. فساد المحليات مره اخرى، محتاجين جدا ان احنا ننظر الى هذا الامر، والمحليات واسم العجوزه ومجلس معرفش بقى محافظه الجيزه طبعا انها تنظر الى هذا الامر. بطلب من سيد محافظ الجيزه ان يراجع كل تراخيص هذا الشخص اللي عنده الملهى الليلي ده او المطعم ده، انا معرفوش، ويراجع كل تراخيصه اللي موجوده في البيوت. طيب يعني ممكن لو طيب معي على الهاتف ست اللواء ابو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخليه شؤون الاعلام والعلاقات العامه. مساء الخير يا ست اللواء. مساء النور يا استاذ الامين. اهلا بيك، اتفضل يا فندم. اهلا بحضرتك. كنا بنتكلم على هذا يعني حضرتك اكيد سمعت الناس الحاجات دي واخده تراخيص مطاعم وبتقلب مالها ليلي بالليل تحت بيوت الناس وبالتالي ينتهي الامر بهذا الشكل. لا، هو المكان ده تحديدا معلش هو انا سالت فيه هو واخد رخصه عمل السهر حتى الساعة 6 صباحا. ده اللي هو اللي تم الاعتداء عليه. بالظبط كده، الرخصة بتاعته رخصة عامة للسهر حتى الساعة 6 صباحا. موسيقى وتقديم خمور، ده صادر من وزارة السياحة قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية. طب ده بيتم له حاجات تأمين معينة يا فندم؟ يعني له مثلا دفاع مدني، له يعني وسائل تأمين معينة؟ تمام، هو المكان ده بداية ترخيصه في 2012 يا فندم. تمام؟ تم معاينته من قبل الحماية المدنية، والشروط كانت بتقول لو المكان أقل من 50 متر والطول بتاعه أقل من 20 متر غير مطلوب إن هو يبقى ليه باب إضافي، والمفروض إن هو يبقى ليه شباك. الشباك موجود جنب الباب. هذا بالإضافة إلى التهوية الصناعية اللي موجودة، أجهزة تكييف، مراوح، شفاطات. تمام؟ وبهذا بالإضافة لأن هو كان ليه باب خلف البار، بس نظرا لوجود خلافات تم سد هذا الباب بحائط من داخل الجراج. الوقت ده زي ما قلت لحضرتك بداية الترخيص كان في 2012 وصدر الترخيص. بالمتابعة تبين أن الترخيص ساري حتى 31/12 متجدد 2015، وزي ما أشرت في بداية حديثي أنه هو رخص عمل السهر حتى الساعة 6 صباحا. طيب أيوة، بس الناس اللي ماتت دي بالمولوتوف يعني حتى لو بلطجية ماتوا معظمهم من الاختناق. بالضبط، هو للأسف الشديد جدا فعلا، لأن الحريق كان في المدخل بتاع المحل، والحريق طبعا عشان المدخل أو الباب خشب وفي مواد سريعة الاشتعال أدت إلى اشتعال المدخل وانبعاث دخان كثيف، فكل الناس دي تكاد تكون ماتت من الاختناق نتيجة انبعاث هذا الدخان. طيب ده بالنسبة للمحل ده، احنا عندنا شكوى اكيد حضرتك سمعتها من قاطني عقار 70 شارع بمنعم رياض، اللي حضرتك اتفضل الفرع الثاني من هذا الملهى الليلي موجود تحت بيتهم، فهل في ملهى ليلي ياخد ترخيص في منطقه سكنيه في عماره سكنيه؟ 70 شارع عبد المنعم رياض. عبد المنعم رياض، حاضر، ده هشوفه
هشوفه وده حضرتك صادر له قرار ازاله يا سياده اللواء، خلاص وطبعا ما ينفعش كمان ان هو يكون في ملهى ليلي. انا ما اعرفش واخد ترخيص ايه، بس هم بيقولوا ان واخد ترخيص مطعم، ما ينفعش ان احنا يبقى في ملهى ليلي في ممر سكنيه. طبعا هو التراخيص بتبقى محدده بانشطه معينه، وطبعا هذا المكان هتواصل انا مع شرطه السياحه ويفحصوا القرار ويشوفوه، واذا كان صادر له قرار ازاله احنا بنامن الجهه، او قرار اغلاق احنا بنامن الجهه الاداريه اللي هي قائمه على تنفيذ القرار، تمام. واذا كان هناك قرار صادر بالفعل هيتم التنسيق مع الجهه الاداريه، وهتخرج القوه اللي هتامن الجهه الاداريه اللي هتتولى تنفيذ القرار الصادر سواء باغلاقه او ازالته. الملهى الليلي ده اللي هتم الاعتداء عليه، ده كان في جراج ولا ده كان في فين يعني؟ ده كان ده عند المركب بتاعت شهرزاد ولا ايه بالظبط؟ لا، بجوار الفندق يا فندم. بجوار الفندق. ايوه في عمارة برضو يعني ولا عمارة. ايه؟ ايوه يا فندم في عمارة. طب برضو ما ينفعش يا فندم يبقى ياخد ترخيص ازاي في عمارة؟ ما هو ده برضو غريب برضو شوية يعني، ترخيص ترخيص ملهى ليلي في عمارة ازاي يعني؟ مش والله هو عارف حضرتك يعني التراخيص يعني تعلمي حضرتك مش الشرطة اللي بتمنع. انا عارفه انا عارفه، بس احنا لازم نشوف الموضوع ده، لانه ترخيص ملهى ليلي برضه في عماره غريب برضه جدا. طب ارجو ان تبقى معايا سياده اللواء، انا معايا الاستاذ عبد الفتاح العاصي وكيل وزاره السياحه للرقابه على المنشات السياحيه، يعني استاذ على الرقابه على المنشات الفندقيه. استاذ عبد الفتاح، يعني دول واخدين تراخيص، ايه الفرق بين ترخيص المطعم وترخيص الملهى الليلي؟ مساء الخير يا مدام لبيس، ده حضرتك. اهلا، اتفضل يا فندم. الفن بالنسبه للمطاعم احنا عندنا نوعين، المطعم اللي هو العادي الطبيعي جدا اللي ما فيهوش اي حاجه، وساعات الناس بتقلب المطاعم دي تشغل فيها فقرات فنيه ويشغلوها يسهروا بيها بالليل. ده المكان ده بالذات قبل كده نفس المخالفه واتعمل واتغلق، بس من فتره كبيره. نفس المكان ده اللي اتضرب المولوتوف. بس من فتره، من كذا سنه. وقعد كلهم، وصاحب المكان ده او يقال انه صاحبه، يعني هو مش صاحبه، هو بيعمل بيأجر اماكن، له مكان احنا لاغين ترخيصه اصلا موجود اسمه محل العناني، برضه كان شغال في منطقه تانية واحنا قفلناه وعملنا له الغاء تماما. اولا احنا مش مصرح عندنا ملاهي ليليه حضرتك في اي اماكن سكنيه. طب ازاي يا فندم يبقى ده واخد ترخيص ازاي؟ موجود في كمان 70 عبد المنعم رياض، موجود، الناس اتكلمت وقالت ان هو موجود وشغال. ما انا بقول لحضرتك، انا دلوقتي حضرتك بتكلميني بالنسبه للمكان اللي احنا بنتكلم عن اللي حصل فيه الواقع ده، اصلا ترخيصه مطعم سياحي المفروض ما يشتغلش ملهى ليلي. مطعم سياحي مش ملهى ليلي. مش ملهى ليلي. طب خليك معايا سياده اللواء، حضرتك سمعت وكيل وزاره السياحه للرقابه على المنشات الفندقيه بيقول مطعم سياحي وليس ملهى ليلي. تمام يا فندم، تمام. هو برضك يعني اللي انا عايز اقول عليه يعني ان المحل لما حصل فيه الواقعه دي كان محل فاضي ما فيهوش الا العمال، يعني ما العمال دول بني ادمين برضو بملمات طبعا. لا طبعا طبعا، ما هو عشان كده يمكن حضرتك تلاحظي ان السيد وزير الداخليه كلف اجهزه الوزاره ان هي تحط خطه عاجله ومكثفه لسرعه ضبط المتهمين، وبالفعل تم ضبطهم. صح. تم ضبط امبارح اثنين، وده شيء عظيم ان انتوا بسرعه قدرتوا تضبطوهم، لكن انا بتكلم هنا على الترخيص، ان ده مش طالع له هذا الترخيص. احنا عندنا مشكله في هذه القضيه، انه التراخيص يعني الاحكام بتصدر ولا يتم تطبيق الاحكام ولا تنفيذ الاحكام، فده طالع له ترخيص مطعم وليس مطعم سياحي وليس ملهى ليلي. نفس الشيء بالنسبه للي في 70 عبد المنعم رياض وحاجات ازاله ولا يزال. هو حضرتك الرخصه بتاعته ان هو حضرتك يقدم خمور وموسيقى حتى الساعه 6 صباحا. استاذ عبد الفتاح، سياده اللواء بيقول ان الرخصه يقدم خمور وموسيقى لحد الساعه 6 الصبح. كل المحلات السياحيه مدام لميس بتقدم خمور، وده الفرق بين المحلات السياحيه والمحلات الاخرى، لان الخمور ممنوع تقديمها غير في المحلات المرخصه السياحيه. انتوا ازاي بتدوا هذا الترخيص في عماره لا تقعد لحد الساعه 6 الصبح؟ لا انا اقول لحضرتك بس يا فندم، بالنسبه للترخيص الخمور احنا ما بنديش رخصه خمور الا لما الاداب العامه في وزاره الداخليه تديني موافقه مسموح للمكان ده ان هو يقدم فيه خمور. طبعا من النواحي الامنيه هم بيحسبوها. جوه عماره؟ نعم. جوه عماره يا فندم؟ لا جوه عماره، لا هو بيبقى دي محل تجاري اصلا تحت، ممكن يكون تحت عماره بفتح فيه مطعم. تحت عماره يعني ازاي يعني؟ ما هو برضو مش في ناس ساكنه، في عائلات ساكنه، في ازاي يعني؟
ما دام هو المطعم لما بيقدم الخمور بيحصل في حريقه او في اي حاجه. لا انا ما بتكلمش هنا على الحريقه، انا بتكلم هنا على الاداب العامه بصراحه، بتكلم على الاداب العامه، على حد بيصل للساعه 6 الصبح الناس تنام ازاي؟ انا ما بقدمش اصلا، ما بديش موافقه للترخيص حضرتك كوزاره سياحه الا ما باخد موافقه الحمايه المدنيه اولا، لان هو مشترط الاشتراطات بتاعت الحمايه المدنيه، والتاني بالنسبه للخمور لازم تجي لي موافقه اسمها موافقه الاداب العامه وزاره الداخليه عشان ادي له ترخيص خمور. انا ما بديش ترخيص من عندي كده، لازم طيب. يكون في اجراءات بنتخذها قبل ما تدي له الترخيص الاماكن دي. طيب هي البيضه ولا الفرخه؟ انتوا هتقولوا الداخليه والداخليه هتقول السياحه. لا طيب مش الداخليه، انا بقول لحضرتك ما بديتيش رخصه خمور. طيب معلش انا عايزاكم، معلش انا الاساتذه ست اللواء والاستاذ عبد الفتاح، ارجوكم ترجعوا تاني تراخيص كل الملاهي الليليه اللي موجوده في منطقه المهندسين ومنطقه في مصر كلها، اللي هي المطاعم السياحيه دي، انما ما تكونش موجوده في امارات، ما تكونش موجوده مع ساكنين ناس، عيال اطفال نازله الصبح رايحه المدرسه، تشوف ناس بتتطوح الصبح. يعني يا جماعه في اداب عامه سيادة اللواء. أيوة هل ممكن أيوة. نراجع ده؟ شرطة السياحة وبتقوم بحملات مستمرة، ولكن في ضوء اللي حصل ده هيتم تكثيف هذه الحملات على هذه الأماكن، واخد بال حضرتك، ومراجعة التراخيص بتاعتها والشروط بتاعتها والأنشطة اللي هي بتمارسها ومدى متوافقها مع الرخص الصادرة ليها من عدم، وهتتخذ الإجراءات يعني. بس الموضوع عايز ان الناس نفسها كمان يعني ما الناس اهي اشتكت يا فندم، يعني 70 عبد المنعم رياض، وبقول الكلام ده للاستاذ عبد الفتاح العاصي عشان يراجع، 70 عبد المنعم رياض، ممكن نراجع الملهى الليلي اللي موجود في العماره ده؟ هنشوفه يا استاذه لميس ده ان شاء الله باذن الله. طيب. بشكركم شكرا جزيلا، واعتقد احنا كلمنا رئيس حي العجوزه كمان وقال ايه؟ طيب بشكركم شكرا جزيلا ست اللواء ابو بكر عبد الكريم والاستاذ عبد الفتاح العاصي. قلنا ايه يا جماعه رئيس حي العجوزه قال لنا ايه لما كلمناه؟ قال ان في قرار ازاله طالع للمحل بتاع 70 عبد المنعم رياض ولا يزال.